السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم على قناتي ابداعات بسمه بسومه، اللي كنتمنى تكونوا كتستافدوا من الافكار اللي كنقدمكم فيها. كما قلت لكم معايا دابا هذه الرشيمه اللي عملت لكم الحصه اللي فاتت، اللي ما شاء الله انا من الفكره اللي عندي هنايا معايا بمداح، يعني الجزء الثاني الحصه اللي فاتت. نبداو مع بعضنا الحصه، نبداو نبتو داك العريش اللي عود بحال الموديل اللي عندكم في الاول اللي خليت لكم الصوره ديالو. ثلاثه دقائق انا عود هاد المره ندخل جوج الالوان، اللي بغى يدخل ثلاثه الالوان يدخلو، واللي بغى يدخل كثر يدخلو على حسب الالوان اللي عندك في الجلابه اولا على حسب الالوان اللي عندك في الثوب ديالك. هنايا غادي الحصه اللي فاتت كنت عملت يدي، ملي خدمت لكم ثلاثه دقائق كنت خليت يدي شويه موقف شويه، هنايا جنبت يدي شويه. هو نفس الموديل اللي كنا خدمنا الحصه اللي فاتت، غير هنايا غادي يختلف معين، والهبطه هنايا كما سبق لي قلت لكم في الاول كنت خليتها ما مايلاش بزاف، وهاد المره ميلت يدي شويه. بالنسبه للمعين كنا خدمنا ب 4 دقائق، هنايا غنخدموا غير بثلاثه. تابعوا معايا الحصه باش تشوفوا المراحل. هذا الموديل هذا بالنسبه للمبتدئات هو مهم بزاف، اي مبتدئه اذا بدات تتعلم الطريقه الصحيحه ديالو عرفت تقن الغرزه، فهي غادي تتقن بزاف الانواع ديال الموديلات ديال التنبات، لأن التنبات خصو فقط شوية تركيز، وخصو نتابعو المساحة على حسب الرشمة اللي عنا. إذا عرفنا نتقنو هادو جوج الأمور هادوما، فالتنبات ديالنا غيكون متقون، وأي واحد يشوفو غادي يعجبو. كنتمنى تكونو كتستافدو ملي كنقدمكم، شكرا لكم، والحصة أخرى إن شاء الله. تابعو الفيديو وتشوفو المراحل، وإذا عجبكم ما تنساوش تعملو لي جيم واشتراك في القناة. شكرا والسلام عليكم.